والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين. الإسلام دين رحمة وحب ومودة، أمرنا بطاعة والدينا وكمان أمرنا بنشأة أبنائنا نشأة سليمة. الحياة مش بس ماديات، مش أكل ولبس وخروجات، الحياة تجارب ومعاملات وقصص وحكايات. وعلشان نعرف إزاي نطيع والدينا وعلشان نعرف ننشئ أبنائنا نشأة صحيحة، لازم الأول نتعرف على أدب الأبوة والبنوة في القرآن، وده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة مع فضيلة الشيخ أستاذ أحمد عبد الرحمن، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والمتحدث الإعلامي عن محافظة الجيزة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فضيلة الشيخ، إحنا سعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة. الأول عايزين نتعرف عن القرآن تحدث إزاي عن أدب الأبوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أدب البنوة والأبوة في القرآن، لما ربنا سبحانه وتعالى جه يتحدث عن الكلام ده، هو اتحدث في صورة ما فيش أبلغ من كده، وزي ما احنا كده يعني واخدين الصورة بس واخدينها مش قوي، بنطالب الأبناء بس بالأدب، مع العلم أن القرآن الكريم ذكر في أدب الأبوة الأول إزاي الأب يكون الأول يتحلى بالأدب، لأن الابن ما هو إلا صورة مصغرة لأبوه. نعم بالضبط، عشان كده يقول الشاعر العربي إيه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يقولوا كده إن الابن الصغير زي قطعة العجين يشكلها الوالد كما شاء، إن كانت حسنا فحسن وإن كانت غير ذلك فغير ذلك. إزاي؟ لما نيجي نستقصي آيات القرآن الكريم ونبص كده وناخد سير الأنبياء مع أبنائهم أو مع أبائهم، لو إحنا عايزين ناخد الموعظة حقه نبص في مين؟ في سير أنبياء ربنا سبحانه وتعالى، المصطفين المخلصين اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم من الناس علشان يعلموا الناس. نيجي كده مثلا نشوف مثال لإزاي يكون الأب مؤدب مع ابنه. نشوف سيدنا نوح عليه السلام. كويس، ونلاقي كده مع ابنه مين؟ مع ابنه اللي ما بيسمعش كلامه، ابنه مع ابنه اللي هو العاصي. يجي القرآن يسوقها في أجمل تعبير، إزاي؟ يا بني اركم يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. بيقول يا بني، ليه كده؟ لو بصينا في اللغة العربية، الناس الشطار في اللغة العربية، يا بني تصغير كلمة ابني، دليل على الحب، دليل على الود. على الود يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قمة الأدب مع مين؟ مع الابن اللي هيبين القرآن انه غير مؤدب كمان. لما يجي يرد على والده يقول له ايه؟ لقال يا أبتي ولا يا أبي ولا يا أي شيء، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الأب مطالب، وهنا لينا في أنبياء ربنا خير قدوة وخير أسوة نتعلمها، حتى إن كان ابنك ده عاصي، لا مش عاصي، ده كان ابنك ده كافر، حتى لو متأكد من ده، حتى لو متأكد من ده، لك في القصة بتاع سيدنا نوح العبرة والعظة. يا بني اركم معنا ولا، حتى الكلام والقول فيه حنان، يعني لما تيجي تقرأي الآية تحس فيها حنان، تيجي تقرأي تكملي الآية ورد الولد على والده تحس ان هو عاصي، الولد بيتكلم مع وجفاء، حتى ما قالوش يا أبتي ولا قال يا أبي ولا قال أي حاجة، مع إن والده كان المفروض هو يرد بنفسي اللي رد بيه، على الأقل يقول يا أبتي، حتى لو كان هيستمر على فعله يقول إيه يا أبتي مثلا سأمكث هنا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، إنما يقول قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء بلغة اليومين دول، حل عني انا رايح لمكان ثاني. ايوه انت حتى ما قال له، زي ما احنا بنقول انت دلوقتي، يقول لوالده انت، مش حتى مش متلفظ بلفظ ابي او ابتي. فهنا في المثال الجميل ده هو خير مثال لادب الابوه. نعم. وهناخد طبعا دلوقتي ادب البنوه ازاي يكون. يعني اذا القران علمنا ان احنا ننادي والدينا بطريقه فيها احترام ورقي، حضرتك هنشوف دي مع سيدنا ابراهيم. هنشوف دي مع سيدنا ابراهيم. ايوه تمام، احنا اتكلمنا عن سيدنا نوح ازاي بيتكلم ابنه،
عشان بس ما حدش يعرف، ما حدش يقول ان انا ابني بس اللي يكلمني بادب. لا، احنا خدنا الاول قبل ما نقول ادب الابن قلنا ادب الاب، يكون الاول الاب مؤدب علشان لما يجي يطالب الابن بالادب يبقى في مثال يحتذي بيه. ما يجيب يعني طبعا الولد اذا كان ابوه مش مؤدب هو يجيب ادب منين؟ نيجي نشوف بقى سيدنا ابراهيم وادب الابن حتى لو ابوه كان كافر. تيجي تلاقي في القران سيدنا ابراهيم مع حديثه مع والده، والده مين اللي كان بيصنع الاصنام ذات نفسها اللي الناس بيعبدوها، يجي يكلمه يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. قبل ما يقول له انت غلط او انت وانت، قال له يا ابتي ان انا جاني من العلم، مش انا اتعلمت وانا اعلم منك وافضل منك، لا هو انا جاني من العلم اللي هو مش عندك، اتبعني اهدك صراطا. ويجي اربع مرات يا ابتي لا تعبد الشيطان، يا ابتي اني اخاف، يعني مش اللي بس هو بدأ الأول باحترام في مناداته جدا جدا وأظل عليها أربع مرات برغم أن أبوه لما رد عليه قال له إيه. يعني تخيلي كده مثلا عمال يقول له يا أبتي ويا أبتي ويا أبتي. قال برضو أسلوب سيدنا إبراهيم يشمل الود والرحمة جدا والعطف، كلمة يا أبتي هو خايف على أبوه. نعم. ليه ما قالش يا أبي؟ لحوق التاء بأبي هنا تدل على التكبير والتعظيم، ان هو بيعظمه حتى برغم ان هو مين، ان هو مخالفه، ومخالفه في مشروع مش راضي يعمله مشروع. لا، هو مخالفه في فلوس، ده مخالفه في عقيده وفي مله. ومع ذلك يقول له يا ابتي اربع مرات يا ابتي اني اخاف، يا برغم ان هو مخالفه. برغم ان هو مخالفه حتى لما رد ابو سيدنا ابراهيم عليه وقال له ايه، قال له لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. سيدنا الحسن البصري بيقول في الكلام ده ومعنى الكامل اللي قاله ان قاله ما تكلمنيش تاني، اطيعني يلا، لا وانت لو كلمتني تاني كمان انا هضربك، يعني انا هعاقبك. ده الجمال بقى في رد سيدنا ابراهيم. يرد قال سلام عليك ساستغفر لك ربي. قال سلام عليك هو برغم ان هو مش بس عصى، ده كمان توعد سيدنا ابراهيم. يجي سيدنا ابراهيم يرد عليه ويقول له ايه، قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفي، انما اللي انتوا بتعملوا واعتزلكم وما تعبدون من دون اللي انتوا هتعبدوه انا ماليش دعوه بيه. تطبيق لايه ايه بالظبط في القران اللي ربنا قالها، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني مش بس لو ابوك قال لك اكفر، ده لو ضربك وجهدك وقتلك عشان تكفر ما تكفرش، بس صاحب والدك ده هو في الدنيا معروف، يعني صاحبه في الدنيا، يعني طيعه في كل ما لا يعصي الله، بره في كل شيء. مش تقطعه ده خلاص عشان ما بيعبدش ربنا، ده عشان والدي ما بيصليش، ده عشان والدي مش عارف بيعمل ايه، لا ده خلاص اقطعه، لا. فادب الابوه والبنوه في القران في اكتر من مثال طبعا، احنا خدنا لسه ايه البدايات كده، الحاجات البسيطه في بدايه القصص. تفضل. تمام. طيب لا احنا عايزين نعرف اكتر طبعا عن ادب الابوه في القران، يعني كمان حدثنا لو الاب كافر. طبعا كنا لسه بنتكلم. تمام. المفروض اعمل معاه ايه في الدنيا، يعني اطيعه لحد فين؟ ما احنا نقول الايه نفسها يعني صريحه وواضحه جدا، وان جاهدك مش بس في كافر يعني وليس عاصي. كافر. نعم. ده مش بس كافر، ده لو كان بيامرك بالكفر. ده مش بس لو كان بيامرك بالكفر، ده لو كان بيجاهدك على الكفر. يعني ايه بيجاهدني على الكفر؟ يعني كل شويه يضطهدني ويقول لي لازم تكفر ويضايق عليا ومش هديك فلوس علشان تكفر. اعمل ايه يا رب في الوقت ده؟ هوت ايوه. فلا تطعهما في ايه؟ في الكفر. مش فلا تطعهما طاعه عامه. لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. يعني تروح عندهم تبرهم اذا احتاجوا فلوس تصرف عليهم اي شيء، انما المقاطعه ما فيش دين جه قال بمقاطعه الوالدين حتى ولو كانوا كفار. مفيش دين من الأديان السماوية قال بمقاطعة الوالدين حتى وإن كانوا كفار. إذن حتى بعد يعني الأديان السماوية الثانية برضو بتؤمر بطاعة الوالدين حتى لو كانوا كفار. كلام. مفيش كلام. الأديان السماوية ما هو كلها من من؟ من الله. الله سبحانه وتعالى. كويس. وكلها يعني مستقاة من منبع واحد. فكلها في المنطقة دي واحدة. إزاي يكون معاملة الابن، وأنا بنستغرب دلوقتي من معاملات الأبناء لأبهاتهم وأماتهم، إزاي يكون يعني في جفاء بالطريقة دي برغم أن القرآن هو القرآن ده جيل مين؟ هو مش لينا يعني نتدبره نتعلمه نشوفه. المفروض أنا أبص في القرآن أتعلم في القرآن الكريم إيه اللي المفروض أخده منه في حتة الأبوة والبنوة، الحتة اللي ما بتنفكش ولو انفكت
بتبقى والعياذ بالله بالموت. يعني ما ينفعش اقول ايه انا بريت من ابني فخلاص العلاقه بينه وبينه انقطعت، لا دي انا من وجهه نظري كده، لكن هي علاقه الدم لا تنقطع حتى بالموت. كويس. فانا المفروض اعمل ايه؟ ابص في القصص ازاي تعامل الانبياء مع اباطهم اللي كانوا كفار. سيدنا ابراهيم ازاي اتعامل، والوالد في نفس الوقت يبص، مش الابن بس، يعني ازاي الوالد يبص اتعامل ازاي مع ابنه، مش بقى اللي ما بيسمعش كلامه، مش اللي ما دخلش كليه مش عاجباه، مش اللي عمل مشروع مش على هواه، لا ابنه اللي ما طاعوش في الاسلام مع انه كان نبي ورسول. يعني سيدنا نوح مش كان النبي غيره، لا ده هو النبي، هو صاحب الرساله، هو صاحب الدعوه، ومع ذلك ابنه رفض انه يتبع. يعني عصيان اله وعصيان والد. يعني لو كان مثلا حد غير سيدنا نوح هو النبي فكان الامر هيبقى عصيان لله فقط، انما هنا اصبح عصيان الله سبحانه وتعالى وعصيان وعقوق والدين مع ابن سيدنا نوح. كويس. فهل الاب بص وشاف ونظر كده في قصة سيدنا نوح ان ازاي يكون ابني يعصي ربنا ويعقني ومع ذلك انا بره؟ بتهيألي قليل اللي بقى بنوصل الموضوع ده دلوقتي، واحنا مطالبين بده. يعني احنا مش الكلام دوت ان احنا بس يعني حته كده لمحه ان احنا ده، لا ده امر. يعني برضو احنا دلوقتي الناس فاهمة ايه؟ ان لا هو فرض على الابن ان هو يطيع والديه ويبقى مؤدب مع والديه، لكن كمان مش فرض على الاب ان هو يعني يبقى محترم مع ابنائه او يعاملهم معاملة حسنة. لا فرض. فرض ازاي مش فرض؟ يعني ان الابن يكون بر بابوه ده فرض، وان الاب يكون بر بابنه ده فرض. الاتنين فرض. فرض مفيش كلام. يعني وإلا منين هيجي لنا المثال الصغير الكويس؟ ما هو الابن في نفس الوقت هو هيكون اب. فاذا ما كانش ده بر بابوه كويس، هنجيب الابن بقى اللي بر ده منين؟ ما هو هو الاب هو الابن. يعني الاسلوب التعامل دلوقتي في التربيه، انت ولا روح غور هات، يعني عارف الاحتقار من شان الطفل الصغير. ما هي القضيه عندنا ايه؟ القضيه عدم علم. نعم. احنا فاكرين ان الابن فقط هو اللي واجب عليه ان هو يطيع، ان هو يبر، ان هو يسمع الكلام. لا، الاب وان كانت الميزان مش بالظبط، يعني اذا كان مثلا لان بالطبيعي الاب هو اللي هيدي اوامر اكتر، فطبيعي ان يكون الامر على الابن اكتر. الناس فاكره بقى ان هي ما فيش اصلا اوامر على الاب. ازاي ما فيش كده؟ لا. ان الاب ودي القران موجود. يعني هل الانبياء جابوا الكلام ده من دماغهم؟ الناس دي يعني اتصرفت من دماغها؟ لا اكيد طبعا. لا، كل الكلام ده موحى به للانبياء ورسل، واحنا لينا فيه تعاليم الهيه. انما ليه احنا ناخد يعني نكيل بمكيالين لما نيجي على الابن نقول لازم يسمع الكلام ولازم 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 ولازم؟ علشان كده لما جه راجل لسيدنا عمر ابن الخطاب وقال له يا امير المؤمنين ابني لم يبرني، يعني ما بيسمعش كلامي، وما فسيدنا عمر قال هاتوا الولد دوت. يعني يا بني لماذا لا تبر اباك؟ يعني ليه ما بتسمعش كلام والدكم بروش؟ قال يا امير المؤمنين أوليس على الأب بر؟ قال بل. قال ما بر؟ قال أن يختار لك أم حسن واسم حسن. قال والله ما سماني لا اسم حسن ولا أم حسن. راح سيدنا عمر قال للرجل إيه؟ قال له اذهب فإنك لم تبر ابنك، أنت الأول ما برتوش وجاي تسألني عن بر ابنك. لازم الأول تتعلم إزاي تبر ابنك وبعدين تسأله عن ده. يعني الأب اللي بيقدم الأول، لأن الابن بيتسأل لما يكبر ويعرف. فضل. كمان في حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحسن وهو عنده، وكان عنده الأقرع ابن حابس التيمية، فقال له إن لي 10 أبناء من الولد ما قبلت أحد منهم. فقال نظر إليه كده نظرة أكيد يعني إزاي، وبعد كده قال له إيه؟ من لا يرحم لا يرحم. صحيح. يعني في الموقف الجميل ده، وخدي بالك هو أول حسن كان ابن سيدنا النبي على طول، سيدنا الحسن، لا مش ابن سيدنا، قدامني بنته. كويس. وبقى اللي اغرب من كده، سيدنا النبي كان لما يجي يصلي كان سيدنا الحسن يركب وسيدنا الحسين يركبه على كتفه وهو ساجد في الارض. فالصحابه تتعجب، ايه ده الجمال ده؟ في الموقف اللي حضرتك قلتيه في الحديث ده، وده حديث صحيح، الاقرع ابن حابس بيقول يعني ازاي الرسول يقبل طفل؟ فوجدها ان هي ايه في نفسه، دي كبيره دي يعني. مع ان دول سبب رحمتنا. يعني الاطفال الصغيره دي هي سبب السعاده والبهجه، وهي النفوس الصافيه اللي ماشيه على الارض اللي لسه ما اتملتش غل وحقد.
ده كمان ده وهو طفل. الموضوع بيكبر شويه لما الطفل يكون شاب. لسه عندهم براءة الملائكة وهو طفل. الابن حتى الاب بيتجاوز عن اللي بيعمله. هي المشكله ما بتبقاش هنا. المشكله لما الابن بيكون رجل بقى. فالاب معتقد ان كل اللي يقوله حتى وان كان غلط يتنفذ. بس في حاجه برضه لازم الابن حتى لو اللي والده قاله غلط ما يعترضش بطريقه سيئه ولا كده يعني يظهر عليه الغضب حتى من الولاد. حتى لو اللي والده بيقوله غلط. ليه؟ في القران يقول لك ايه؟ فلا تقل لهما أفن. وايه السر في كلمه أفن بقى دي؟ ليه الأفن بالذات؟ مكونه من كم حرف؟ اتنين. من حرفين. اقل كلمه في اللغه العربيه بالظبط. ما عايز اقول لك يعني ده اقل كلمه الواحد ممكن يقولها. ما تقولش اقل كلمه. وفعل التأفف ده اللي هو الانسان يجي يعني اقل فعل للغضب. لا، ما تعملش اقل فعل للغضب ده. يعني انت كأب عليك حاجه وكابن برضو عليك حاجه. يبقى لازم الميزان يكون مظبوط. طيب برضو القرآن ذكر لنا صور مثلى للتربية الحسنة، عايزين نتعرف عليها أكتر. سيدنا إسماعيل وسيدنا يعني إحنا خدنا سيدنا إبراهيم مع والده. وهو والده كان عاصي. تعال نشوف بقى سيدنا إبراهيم مع ابنه. مش ده كان ابنه؟ قلنا عشان كده قلنا الأب الابن هيكون أب في يوم من الأيام. القرآن عالج المنطقة دي علاج جميل جدا ومعالجة ممتازة. إزاي؟ يقول إحنا قلنا لكم إن سيدنا إبراهيم ده كان ابن أهو وبيتعامل مع أبوه إزاي. تعالوا نشوفوا بقى وهو اب بيتعامل مع ابنه ازاي. هو كان ابن صالح ولا مش ابن صالح؟ كان ابن صالح. يبقى هيبقى اب صالح ولا مش اب صالح؟ اكيد هيبقى اب صالح طبيعي. تعالوا نشوف كده لما سيدنا ابراهيم يجي له امر من الله انه يذبح مين؟ انه يذبح ابنه. قمه الجمال في الايه. فلما بلغ معه السعي قال يا بني. يا بني ما قالش يا ابني. قال ولا قال له يا اسماعيل. وقلنا كلمه تصغير كلمه إيه ابن ديت؟ قلنا بتدل على الرحمة والحنان. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هو لو سؤال بقى، هو لو سيدنا إسماعيل رفض، سيدنا إبراهيم كان ينفذ ولا مش ينفذ؟ كان هينفذ، ده أمر إلهي. هما ليه بيسألوا؟ برضو اللي هو أنا أمرت، أنا غصب عني هذبحك غصب عني، أنا مش عايز كده. السؤال الجميل قوي اللي هو فيه مشكلتنا كلنا. لما الأب يجي ياخد قرار والقرار ده هيتنفذ، يعني هيتنفذ في البيت، حتى لو ده هيتنفذ خد رأي الأولاد. ما دام هيتعلق بالأولاد خد رأيهم. سيدنا إبراهيم كده كده هينفذ ومع ذلك بياخد رأي سيدنا إسماعيل. فانظر ماذا ترى. علشان سيدنا إبراهيم كان ولد صالح والذرية بقى بتبقى والجزاء من جنس العمل. ربنا رزقه بإيه؟ إيه ولد صالح ده. كان سيدنا اسماعيل كان لسه صغير قد كده. يقوم يقول له مباشرة، هو اتململ؟ لا. اتلجلج؟ لا. اتردد؟ لا. مباشرة قال ايه؟ وفي حاجة جميلة قوي، افعل ما تؤمر. قال، ما قالش وقال او فقال او ثم قال. ليه؟ لان الحروف ده بتدل على فترة من الزمن سواء كانت قليلة او كتير. كويس. يعني لو قال فقال يبقى خد فترة ويعني بسيطة كده. لو قال ثم قال يعني معناه انه فكر وبعدين قال ايه وبعدين رد. قال بدون فاصل. قال يا أبت افعل ما تؤمر. مش بس كده، ستجدني إن شاء الله. الراجل ما عملش فيها اللي هو ايه السبع رجاله بقى وانا اعمل. ستجدني ان شاء الله ان شاء الله من الصابرين. فالموضوع ان الجزاء من جنس العمل. كنت ابن بار هيبقى ابنك بار برضه. وخد بالك في معاملة الأبناء، لأنها أنت بتربي رجل للمستقبل. يعني القرآن ذكر لنا الأول قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه وإزاي أبوه كان كافر وسيدنا إبراهيم تعامل معه بأدب وإحترام وحنان وعطف ورحمة. هو ما كانش راضع للكفر على أبيه، كان يتمنى أنه هو إيه يهديه ويدخل معه الجنة. وبرغم أنه كمان أقر بكفر، وسبحان الله يعني الأيام فاتت أو دارت وجه سيدنا إسماعيل تعامل معاه بأدب طبعاً. وطاعة وطاعة زي ما بنقول كده طاعة عمياء. نعم. بيطيع من غير مع انه يعني خلاص هو عارف ان ده امر الهي. وكمان في الزوجة ليها دور هنا، الزوجة عشان برضو ما ننساش الام ليها دور هنا. لما سيدنا ابراهيم يعني يجي يرجع لوالدته وهي تكلمها وتسأله يعني الله امرك بهذا، حتى من اول خالص من قبل من اول ما ولد سيدنا اسماعيل هو ربنا امرك بده بالكلام ده. اذا فلن يضيعنا الله ابدا.
يعني، ولكن ده بقى محتاجة الأم محتاجة لقاء لوحدها طبعا بالزبط عشان نتكلم عن احنا مش هنخش فيها، لأن الصبر بقى وازاي أم وابنها وازاي لها دور في بناء الأسرة، يعني مش حاجة مهمشة بالعكس. الأب عليه النص، إن لم يكن الأم عليها أكتر من 60% إن هي اللي متواجدة على طول في البيت. طيب كمان عايزين نتكلم عن حقوق الأبناء على الآباء. حقوق الأبناء على الآباء، حق الابن على الأب أول حاجة، أول بتبتدي من قبل ما يتجوز. وطبعا زي ما ذكرها القرآن، يعني إحنا اتكلمنا عن أدب الأبوة، نتكلم بقى عن أدب البنوة، وإن كنا ذكرنا منها أمثلة. إحنا اتكلمنا عن أمثلة من أدب الأبوة وأمثلة من أدب البنوة، إزاي يكون الابن مؤدب وإزاي يكون برضو الأب مؤدب. طب تعالوا نشوف كده أدب كمان من أدب الأنبياء مع والده في سورة سيدنا يوسف عليه السلام وعلى أبيه. يجي يقول إيه؟ قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في تفسير الآية ده لو بصينا فيها هنلاقي لما سيدنا يوسف جه يقابل والده قابله فين؟ قابله على حدود مصر. هو سيدنا يوسف كان هنا حد قليل في مصر؟ لا، كان شأن كبير جدا وكان ماسك أمور الزراعة في مصر. كويس؟ لما جه يقابل والده يقابله فين؟ يستناه مكانه؟ لا، يطلع يستناه على باب القصر بره؟ يطلع الصلاة، طلع يستناه على حدود مصر. لأن ده من باب الأدب، إن أنا لو والدي جاي في مكان لمشي قدامه. يعني ولو قدام. ده من الأدب من قصص الصالحين. آه. فأحد الصالحين التابعين بيسأل واحد فبيقول له ماذا رأيت من بر ابنك لك؟ أنت شفت إيه؟ قال والله ما سرت في طريق بنهار إلا وصار خلفي، وما سرت في طريق ليلا إلا وصار أمامي. خايف يعني لا يعطر في حاجة ولا يقع في حاجة فبيمشي قدامه، وما ركب سطحا وأنا تحته أبدا. يعني ما يطلعش الدور الثاني وأنا في الدور الأول، لا يمكن. من الأدب والجمال اللي عند الصالحين، وده ديننا على فكرة. تلاقي دلوقتي أبدا الولد راكب والأب ماشي، ما فيش أي مشكلة خالص. ما عندوش مشكلة. احنا ان شاء الله لينا حلقات تانية نتكلم فيها عن أدب الأبوة والبنوة في القرآن. أكيد إن شاء الله. طبعا نسأل الله تعالى أن يوفقنا في إصلاح وتربية أبنائنا وتنشئتهم نشأة سليمة، ونسأل طبعا التوفيق لكل أب في أداء رسالته حتى يصبح أبا قرآنيا وعاملا من عوامل نجاح خير أمة أخرجت للناس. أشكركم أعزائي المشاهدين، أشكرك فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف والمتحدث الإعلامي عن محافظة الجيزة. أشكرك يا فندم، نورتنا النهاردة. أشكركم مشاهدينا في لقاء آخر، وهذا ديننا. دين السعادة والمحبة والجمال، دين السماحة والإجابة.